اسمي مهند سليمان، أتيت من سوريا تقريبا بنهاية عام 2015. طبعا في البداية قبل قدومي إلى السويد مارست نشاطي بمجال الفن والنحت حوالي أو تقريبا 4 سنوات في بيروت. طبعا بالنسبة للكونست بدي من حيث المكان، كمان مكان جميل جدا للعمل ومناسب جدا، ولكن طبيعة عملي كنحات بالرخام والجرانيت تقريبا يوجد بعض الصعوبة لعمل بمادة الرخام تحديدا التي هي المفضلة بالنسبة لي. ولكن بالنسبة للعمل بمواد أخرى على سبيل المثال الحديد ولكن أو الصلصال أو الجبس أو ما شابه، طبعا مكان جيد جدا للعمل. ولكن يوجد أيضا مشكلة أخرى واجهتني في هذا الأمر، هو موضوع الفترة القصيرة أو فترة الإقامة القصيرة بالنسبة لي. تؤطر مجال عملي نوعا ما بالنسبة لي أو بالنسبة لأي فنان آخر. الإقامة هنا في كونست بيدي من شيء جدا مهم بالنسبة له، لسبب أنها تحفزه بعدة نواحي وبعدة مجالات. على سبيل المثال سأتحدث بالنسبة لي، بالنسبة لي هنا في كونست إبيديمين حصلت على كونتاكت أو على علاقات قوية جدا مع مجموعة أصدقاء فنانين، وهو شيء جدا مهم بالنسبة لي كفنان أن أكون في وسط فني. وهنا كما لاحظت كل المقيمين هنا فنانين، هذا شيء جدا مهم. أيضا من جهة أخرى أعطاني دفعة قوية جدا بموضوع اللغة بالنسبة لي كمنتقل جديد إلى السويد، هذا شيء جدا جدا مهم، فقد تحسنت لغتي بشكل ملحوظ وواضح جدا. من جانب آخر أيضا حظيت بفرص أخرى لإظهار عملي الفني. على سبيل المثال أقمت معرضي الأول هنا في السويد في كونست إبيديمين بأحد الصالات هنا. أيضا حصلت على الشيء الأهم وهو فرصة كانت جدا جدا مهمة بالنسبة لي، عرض عن طريق صديق اسمه إيريك لانجرت، حيث من خلاله تمكنت من التواصل مع أحد المعارض في الهواء الطلق المهمة هنا في السويد، وحظيت على فرصة الأولى وأستطيع أن أقول أهم فرصة لي كانت في كبداية لي هنا في السويد.